السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفو الحصة الخامسة من مخاطر الاحتراق، ريسك دو كومبيستيون. الهدف من هذا الدرس هو أننا نحدد المخاطر المرتبطة بالاحتراق في بيئة مغلقة، يعني أننا نشوفو المخاطر اللي كتوقع إذا كان عندنا واحد الاحتراق ولكن عندنا البيئة مغلقة. نبدأ من وضعية دائما في النشاط العلمي أننا كنبدأ من وضعية الانطلاق، كنوضع سؤالا للتقصي وكنجاوب عليه بفرضيات، والفرضيات من وراء الفرضيات كنختبروهم بالتجربة. أولا نبدأ بوضعية الانطلاق. خلال يوم عيد الأضحى أوقدت مريم النار في الفحم لتشوي أسياخ لحم الخروف ونسيت أن تفتح نافذة المطبخ، فلما انتهت شعرت بصداع في رأسها، يعني ملي شعرت بواحد الصداع في الرأس ديالها تساءلت. أشنو السؤال اللي يمكن تقول على هاد الصداع اللي وقع عليها في الرأس ديالها؟ السؤال وهو سؤال التقصي، ما هي مخاطر الاحتراق في بيئة مغلقة؟ هذا هو السؤال. نمر إلى نضع فرضيات. بعض نواتج الاحتراق تؤدي إلى أعراض يصاب بها الإنسان، ويؤدي ذلك إلى مخاطر مثل الاختناق والتسمم. بعض نواتج الاحتراق تؤدي إلى أعراض يصاب بها الإنسان ويؤدي ذلك إلى مخاطر مثل الاختناق والتسمم. باش نختبروا الفرضيات ديالنا غادي نديروا تجارب. نمر إلى استثمر الوثيقة. يكثر في أيام الشتاء استخدام وسائل مختلفة للتدفئة، لكن سوء استعمالها ينتج عنه غازات تصبح خطيرة. إذ كان المكان مغلقاً أهمها غاز أحادي أكسيد الكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة وسام، وغاز ثنائي أكسيد الكربون، وهو غاز يؤدي إلى الاختناق. تمثل الصورة التالية بعض المحروقات المستعملة للتدفئة وللطهو. الشكل الأول هو تدفئة بواسطة الفحم، تدفئة بواسطة الغاز الشكل الثاني. الشكل الثالث وهو الطهي بواسطة الغاز. أذكر بعض الأعراض التي يصاب بها شخص يستعمل هذه المحروقات، يعني أنه يستعمل الفحم وتدفئة بالغاز ويطهو كذلك بالغاز. الأعراض وهي الأعراض التي يصاب بها الشخص عند استعمال هذه المحروقات هي صداع في الرأس، تنفس سريع، عدم القدرة على الحركة، وكذلك فقدان الوعي. الأعراض وهي أعراض هذه المحروقات هي صداع الرأس، تنفس سريع، عدم القدرة على الحركة، وفقدان الوعي. السؤال الثاني، أحدد المخاطر الناتجة عن استعمال هذه المحروقات، يعني نشوف المخاطر. المخاطر الناتجة عن استعمال المحروقات وهي الاختناق والتسمم، يعني المخاطر هي الاختراق والتسمم. نمر إلى السؤال التالي، أذكر الغازات المسببة لهذه المخاطر. أشني الغازات اللي كتسبب لنا هاد المخاطر وهي الاختناق والتسمم؟ شوفوا الغازات، الغازات المسببة كاين أحادي أكسيد الكربون، ثنائي أكسيد الكربون، وغاز البوتان. أحادي أكسيد الكربون، ثنائي أكسيد الكربون،
وغاز البوتان، أدون استنتاجاتي في دفتر تقصي. يعني هنا ندير استنتاج في دفتر التقصي. هنا الاستنتاج أو الاستخلاص هو قد يؤدي الاحتراق في أماكن مغلقة إلى الاختناق أو التسمم بغازات خطيرة مثل ثنائي أكسيد الكربون أو أحادي أكسيد الكربون. قد يؤدي الاحتراق في أماكن مغلقة إلى الاختناق أو التسمم بغازات خطيرة مثل ثنائي أكسيد الكربون أو أحادي أكسيد الكربون. La combustion en un lieu clos, يعني مكان مغلق, peut entraîner une suffocation ou une intoxication par des gaz dangereux, tels que le monoxyde de carbone ou le dioxyde ou le dioxyde de carbone. نغير هذه الترجمة بهذه اللغة الفرنسية. هنا تحدد الصورة الشكل ثلاثة، هذا الشكل ثلاثة، الطهي بواسطة الغاز، العناصر الثلاث لمثلث النار الذي يمكن أن يسبب حريقا. يعني أشني هي العناصر الثلاثة للاحتراق اللي تسبب لنا حريق؟ العناصر الثلاث وهي المحرق، ثنائي الأكسجين، المحرق هو غاز البوتان، مصدر الحرارة وهو اللهب المستعمل من الجهاز الغازي. هذو هما ثلاثة عناصر، المحرق والمحرق ومصدر الحرارة. المحرق وهو ثنائي الأكسجين، والمحرق البوتان مصدر الحرارة وهو اللهب المستعمل من الجهاز الغازي. نا علي أحمد أوني تي أوسبيتاليزي دون لا نوي دو سامدي أ ديمانش. إلز أون إيتي بخي دو مورسو دو مو دو تات إي دو نوزي. هنا أحمد وعلي مشاو للسبيطار في الليل لأن كان عندهم حريق في الرأس وكذلك القيء. لا مير دو فامي أ أوفير لي فونيتخ. الام ديال هاد العائله حلات النوافذ. هي ابولي لامبيلونس، عيطات لامبيلونس. تو سون ا بريزون اور دو دانجي، كلهم في بعيدين عن الخطر في هاد الساعه. لا بول ا شاربون سوري ا لوريجين دو سيت انتوكسيكاسيون. هنا الفحم هو المسؤول على هاد التسمم، عفوا. هنا كي لو غاز ريسبونسابل دو سيت انسيدون، اشنو الغاز المسؤول على هذا التسمم؟ الغاز المسؤول هو ثنائي اكسيد الكربون. دو كيل اباراي بروفينوتيل، اشمن الى جا هذا الغاز؟ Il provenait de la four, le four. Pourquoi la mère d'Ali et Ahmed s'est précipitée d'ouvrir les fenêtres avant l'arrivée de l'ambulance? Elle a fermé les fenêtres avant l'ambulance.